Ciao a tutti, عاملين ايه؟ النهاردة هكلمكم عن كتاب كنت اتكلمت عنه كتير، الا وهو كتاب لا بروفا اورالي، او اللي هي نقدر لو عملنا له ترجمة حرفية اللي هي الامتحان الشفوي. زي ما احنا عارفين ان اي امتحان لا يخلو من الجزء الشفوي او بتاع المحادثات. طيب احنا لازم حتى لو بنعرف نتكلم في الحياة اليومية، الا ان الاسئلة بتاعة الامتحان الشفوي الى حد ما بتكون ايه مختلفة شوية. بمعنى ايه؟ انت بتعرف تتكلم، ولكن لما حد مثلا يجي يقول لك بارلا ديلا توا فاميليا، المفروض في الامتحان تتكلم، يعني نقدر نقول باسترسال، بيكون في بعض التفاصيل المعينة اللي انت لازم تقولها، وكمان بعض الكلمات او اللاسيكو اللي لازم تستخدمه. معنى كده ان الامتحان الشفوي صعب؟ لا، الامتحان الشفوي مش صعب، بس يفضل ان علشان تخرج من الامتحان باعلى نتائج ومحقق نتيجة كويسة، وكمان الممتحن يكون راضي عنك، في بعض الحاجات اللي انت لازم تعملها. الكتاب اللي انا بنصح بيه هو كتاب لا بروفا اورالي. المستوى زي ما احنا شايفين هنا كاتب لنا من اونو لحد البي اونو، يعني معنى كده ان الامتحان ده شامل، سوري، الكتاب ده شامل الاونو ادو والبي اونو كمان، ثلاث مستويات. الكتاب ده بيتدرج من الاسهل فالاصعب زي ما احنا عارفين، اوكي، او زي ما احنا طبعا في اي حاجه لو جينا فتحنا هنلاقي انه في هنا عندنا الفهرس بتاع المواضيع. معنى كده ان الامتحان الشفوي مش هيخرج بره المواضيع دي، انا بقول لك اهو، وانا على يقين من اللي انا بقوله ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما نيجي نفتح كده، اوكي، هنلاقي ان هو بيعلمنا ازاي نقدر نوصف صوره، لان في الامتحان بيكون في وصف صوره، اوكي. لما نيجي نقلب بالشكل ده هنلاقي ان في المواضيع مكتوبة، كلمات على المواضيع دي، وهنلاقي الاسئلة تحت. طبعا الاسئلة دي انا في بعض الاحيان لما بشتغل مع الطلبة بتوعي في الكورسات بزود عليها. هنا على سبيل المثال بيتكلم عن لا فاميليا، جايب لنا كل الكلمات اللي بتتعلق بافراد العائلة وصورة، وبعديها الاسئلة. انا بقول لك اهو الامتحان مش هيخرج، لان حتى الامتحانات بتكون ليها سيستم معين. سعر الكتاب حوالي، هو السعر مش مكتوب، بس انا فاكرة ان هو كان 16 يورو، تقدروا تجيبوه من على امازون بكل سهولة. لو عاوزيني كمان اجيب لكم الكتب تقدروا تتواصلوا معايا، وعلشان تعرفوا كامل التفاصيل. بس كده تابعوني النصايح تانية كتير، وكمان تابعوني على اليوتيوب تعلم الايطالية مع لارا. تشاو توتي.